السلام عليكم، ازيكم يا حبيبي؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم منوعات. نورني دايما اسره قناه عالم منوعات، ورمضان كريم على الجميع. يا ريت ما تنسوناش في اللايكات عشان نكون دايما على تواصل ويوصلكم كل جديد على قناه عالم منوعات. تعالوا نشوف بقى احداث مسلسل هجمه مرتده الحلقه 22. يعرض مسلسل هجمه مرتده يوميا للمشاهدين، وشهدت الحلقه 22 واجه سيد العربي الذي يقوم بدور الفنان احمد عز مجموعه من الصعوبات، من بينها القبض على شريكه طارق مما قد يجعل مهمته تنتهي، لكنه وجد مخرجا من أجل استمرار تنفيذها، مستطيعا في النهاية الوصول لرائف رائف دوت طبعا هيعد هو خيط لشخصية عدنان، كما نجحت دينا أبو زيد التي تقوم بدورها الفنانة هند صبري في أخذ بصمات نزل شوكة دي المجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم، وذلك خلال حوار جمعهما بعد السيمينار المقام خارج البلاد، مما يساعدها في فتح الخزنة الخاصة بها بعدما تلقت العديد من التدريبات الخاصة بمساعدة اللواء رفعت واللواء فاروق السهاجي بالمخابرات العامة المصرية. وخلال الحوار الذي دار بين كل من دينا ونزلي، تحدثت الأخيرة معها عن تواجدها بمنزلها من أجل مساعدتها في موضوع الخاص بالسيمينار عن طريق ترك لها مجموعة من الكتب المفيدة له. كما شهدت الحلقة أيضا ظهور خاص للفنان صلاح عبد الله الذي يجسد شخصيته عم منعم والد سيف العربي، ويشاركه في العمل الدرامي بطولة كل من أحمد عز وهند صبري ومجدة زكي وهشام سليم وإنجي المقدم، غرم كتير من نجوم الفن. مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة BDMC في الساعة 10:15 مساء، ويعاد في الساعة 12 صباحا على قناة DMC دراما. طبعا حبايبي، دي كانت احداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22. طبعا هو اصلا بيتكلم كله او بيدور احداثه يعني عن المخابرات العامة المصرية. طبعا زي ما احنا شفنا كده، دي ملخص وملخص احداث الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة. طبعا برضو يعتبر برضو من احلى المسلسلات اللي اتعرضت في رمضان 2021، يعني برضو داخل من ضمن السباق الرمضاني في 2021. يعني بياخد الترند يعني، وأحلى يعتبر من احلى المسلسلات اللي اتعرضت في رمضان 2021. دي طبعا كانت ملخص احداث الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. تابعونا، متنسوناش في اللايكات بعد اذنكم عشان نكون دايما على تواصل ويوصلكم كل جديد ان شاء الله على قناة عالم منوعات. ورمضان كريم، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.